عن السير كقطيع في ركاب أردوغان من كل اللي بيقبضوا من أردوغان، سواء العملاء بتوع قنوات الإخوان وقنوات الجماعة الإرهابية اللي بتحتضنهم تركيا وفتح لهم مدنها واستوديوهاتها وفنادقها علشان طول الوقت يبثوا سمومهم، سواء ضد العالم في دعم الإرهاب أو ضد مصر تحديدا في محاولة لإسقاط مصر، أو حتى قناة الجزيرة القطرية اللي مسخرة إرسالها من امبارح للنهاردة لإضفاء الشرعية والمصداقية والمباركة على العدوان التركي على سوريا. زملائي الحقيقة في الكنترول ما بيهزروش، يعني سمعوني بيتكلموا قعدوا يتشقلبوا لحد ما جابوا الكلام اللي يثبت كلامي، علشان انا بحب هنا في البرنامج دايما انا وزملائي ان احنا ما نقولكوش كلام كده مرسل كأننا مصدقين ومنزلين من السماء، لا احنا بنقول كلام مثبت بالكلام وبالصورة. اسمعوا ماذا قال المتحدث بلسان الجماعة الإرهابية محمد ناصر امبارح في القنوات الإرهابية اللي بتنطلق من تركيا، وهو بيوصف ما فعلته تركيا من عمل عسكري ضد سوريا. شوف انا قلت لكم ايه، وهو اللي المفروض انه مواطن عربي مسلم قال ايه. البي كي كي يعني النقط دي داخل الحدود السوريه، لكن اضطر اردوغان او اضطر الجيش التركي، خلينا النظام التركي، انه يخش الاراضي السوريه. بقى طالما الموضوع بقى كبر كده، طب احنا هنخش نضرب في سوريا نفسها. طبعا ما بيضربوش سوريا خالص، ولا يقصدوا يضربوا سوريا، بس اوكي انتوا بقى عاملين لنا صداع بقالكم 5 سنين، طب انا هخش اضرب جوه الاراضي السوريه. عايزينه من دوله، ده لو انت عندك جيش بجد، جيش بيحمي حدود البلد، مش جيش بيربي كروش، مش جيش جمبري. ده لو عندك قائد بجد جايب انتخابات حقيقيه ان شاء الله يكون ب 51%، بس يقف قدام العالم كله، قدام امريكا وروسيا واوروبا، والراجل واقف هخش اضرب جوه وضرب. ولو شفت صور العمليات اللي بدات النهارده نبع السلام، تتفرج على فيديوهات الجنود الاتراك وهم رايحين العمليه دي، حاجه تشرف. تتفرج على الاليات والمدرعات اللي رايحه، حاجه تشرف. تتفرج على الصواريخ اللي بتنطلق والطيارات اللي في الجو ودخلوا الاراضي السوريه. بص بقى مصطفى هيفرجك، والعب يا علي كده وريني والنبي. وفي صوره يا علي حتى كان زيها حد للجنود وهم راكبين عربيه حربيه وبيقول لك الجيش المحمدي. بص اهي دي داخل الحدود السوريه، اتفرج كده العب. ادي الطيران التركي لما دخل ضرب جوه الحدود السوريه النهارده، دي عمليه نبع السلام. اتفرج ادي الطيران التركي اهو دخل جوه حدود الاراضي السوريه. انا الامن القومي بتاعي في بلدي يبدا مش من على حدودي، يبدا من حدود الاخرين. الامن القومي بتاعي كده اهو. اتفرج ادي الطيران التركي دخل وقصف المواقع اللي هي بتوع البيكاكا، مش السوريين، ما بيتكلمش على السوريين يعني. شوف داخل الاراضي السوريه بدا يضرب فيهم جوه. وفي لقطه تانية يا مصطفى للمدفعيه التركيه وبتضرب حاجه، مدفعيه تركيه عماله تدك حاجه فظيعه جدا. انا ما شفتش سفاله كده بجد، وما شفتش خسة كده، وما شفتش خيانة كده. ده لو تركي، لو محمد ناصر أفنزم، لو تركي مش هيعمل كده. لو مواطن تركي مش هيمسح جوك كده، ولا يطبل كده، ولا ينافق كده، ولا كده. مش هيعرف. بس الحقيقة محمد ناصر عرف، لأنها مش جديدة عليه، هو خلاص هو بيعملها بقاله فترة. ادفع أقول اللي انتوا عاوزينه، بل بالعكس أحللكم اللي انتوا بتعملوه كمان وأزوقه. بقى الجيش التركي وفي مدرعاته وآلياته والطيارات حاجة تشرف؟ تشرف مين؟ تشرف مين؟ وشوفوا الكذب لما يبقى، يعني إذا كنت كذوبا فعليك أن تكون ذكورا. يعني لو بتكذب لازم تبقى بتفتكر بتتذكر عشان ما تكذبش حاجة وتقول عكسها. أول الفيديو خالص قال لك الجيش التركي، هو طبعا ما بيضربش في سوريا، هو مش عايز يضرب في سوريا. الجملة اللي بعديها على طول، أدي أهي الطيران هو بيضرب في الأراضي السورية. قال يا ابني ما أنت لسه قايل حالا إن هو ما ضربش في سوريا. لأنه عارف إنه ما ينفعش يضرب في سوريا، وعيب إنه يضرب في سوريا، وحرام إنه يضرب في سوريا، ومخالف للقانون. بس هو ينفع يقول الكلام ده؟
فقال لك اهو دخل في الاراضي السوريه، دخل في العمق السوري. شوفوا بصوا بصوا المدفعيه وهي بتدك بتدك. انت فرحان انه الجيش التركي بيدك مواطنين سوريين، بيدك اراضي سوريه؟ ايه يا ابني ده؟ هو خلصت خالص يعني خالص؟ حتى ورقه التود خالص؟ صلت ملط كده؟ صلت ملط؟ كسفش ولا؟ انا مش مصدق الحقيقه الفرحه. لا وبصوا الوصوف، قال لك الجيش المحمدي، استغفر الله العلي العظيم، الجيش المحمدي خليت الجيش المعتدي على شعب مسلم، الجيش المعتدي التركي على شعب مسلم في سوريا بقى اسمه الجيش المحمدي، وكأن الجيوش المحمدية كانت جيوش غازية ومعتدية وتقتل الناس الأبرياء المدنيين. الجيش المحمدي، وقال لك العملية اللي تركيا سمتها نبع السلام. يا سلام، ايه يا اخوانا الجنة اللي احنا عايشين فيها دي؟ بقى في الجيش المحمدي، وبقى في العملية اللي بتروح تستهدف مدنيين وبتعمل عدوان على دولة اسمها نبع السلام. امال نبع الشيطان يبقى ايه؟ امال نبع الحرب يبقى ايه؟ نبع السواد والشر يبقى ايه لما دي نبع السلام؟ لعب بالالفاظ ولعب بالمصطلحات ولعب بدماغ الناس وعقول الناس بشكل مزري مزري. والحقيقة واضح انه النهج بتاع الاخوان ومن والاهم وتوابعهم وعابدهم وجواسيسهم اختلف شوية في الفترات اللي فاتت. كان سنة لسه فيه برقع الحياة لابسينه، برقع الحياة سنة كانوا لابسينه شوية، يقوموا عاملين كده وقاموا مخبين نفسهم تاني. واضح ان بما ان ربهم الاعلى اردوغان، ربهم هم طبعا استغفر الله العظيم، ربهم الاعلى اردوغان قلع برقع الحياة خلاص، وبقى يناطح المجتمع الدولي وبيضرب عرض الحائط بالكلام بتاع المجتمع الدولي وبيعمل اللي هو عاوزه. واضح ان جواسيسه وعملائه كمان اضطروا ان هم يقلعوا برقع الحياة، وبقوا يشوفوا الشمس تطلع من الشرق ويقولوا اهو زي ما انتوا شايفين الشمس جميلة وهي بتطلع من الغرب، وهم عارفين ان هم كدابين بس لا يملكوا ان هم يقولوا الحقيقة، لانها هتقطع رقبتهم وحنفية الفلوس هتتقفل، وساعتها يبقى هم خسروا الجلد والسقط. شيء الحقيقة، شيء الحقيقة في منتهى التدني.